الله يبلح والواه هذه بخطر بن علي لا مالادي اللي راهي فينا اليوم يا صاحبي هي الرشوة والله ينعل الراجل والمرتشي والماشي بينهما وتبقي على خير يد الدشرة يا اللي غشيها غير فلان نكر فلان راني حلف ما نزيدش نولي دل مرة لو كان نموت في الصحراء عطشان نحشر بير الروم وبلاد الكفرة ولا نعيش بين الشمايت والرعيان بحديث الكذب والعباية صفرة والصحبة الخايبة تليها طغيان بلسانه يعطيك قنطار من الصيغة والحيلة متلمدة تحت البيطان بالرشوة تلقاه ماشي للعمرة ويصلي في البيت في آخر رمضان يولي بالبرنوس والعباية صفرة ويعطيها للزوخ وكلام البهتان يحلف اليمين على كل ما يسرى ويحلف بالكعبة ويحلف بالقرآن يحرم في البزوز ويحرم في المرأة وعاد ما باش تلقى كذبه عاد ما باعدش تلقى كذبه باني اخزنهم يا خالقي في ضد الشرى هاد الناس الحالفة ما فيهم أمان ابقي على خير يد الحفرة اللي حكامها غير الجاهل وخوان يكذب على الناس يختم بالصورة والعطف يوروه غير فلان وفلان والفعل المجهول مبني على الكسرة اسمه خمسة بير وعليهم الشان تلقى المير حمار والنايب بقرة والمجلس ثعبان ينظر في ثعبان ما تفرز أمي على واحد يقرأ لا تفرز صاحي على واحد سكران كي الكلاب مدربين على الجرة يا ويح لي جاهم بين النيبان الناس صعبين يخلعوا في الهضرة ومين تشوفه منسوف تقول هذا شبعان ولا تعجنهم ما يجوا في صاق مرا ولا توزنهم ما يوفوا ميزان ابقي على خير يا بلاد الحقرة ليلاح التاريخ في ذا الزمان يا السعد اللي جاء موظف ذا المرة يصبع عندهم عزيز ويكبر في الشان بدلوا له الفراش وزيدوه مرأة يخمم على الخميس وين يديروا كيسان ما يعتاج حليب ما ينسوا خضرة كل شي خالص جايب لميزان هذا مقلق جايب بمخدة حمراء وهذا يجري جايب بقرعة دهان تلقى الشمايت وصل في الهضرة وتلقى الراعي غير يجرجر في الخرفان اخزنهم يا خلقي امحيد الدشرة هذا القوم الخايبة ما تمشي النيشان ارزقهم العجاج زيدهم الغبرة والزلط واللي بدراهمه يصبح جيعان وإذا فتح الله من هذا المرة ما نرجعش خلاص نحمل النفيان ونقول لخيار هذا الحفرة وخلاص غدوة قدام الرحمن هذه بخطر
في خطر نور الدين بوليدور، في خطر الهواري، هذه في خطرك يا نبيل، وفي خطر ليديسيون نابيلوفون، هذه في خطر كمال لا رومونت، وفي خطر وليدات غيليزان، وتحيه ل 48 ويقوي حرم سيدي محمد بن عوده. هذه في خطر الناس الزينين اللي يحبونا ومعونا العرب مستغالين بكبيرهم وبصغيرهم، ويقوي حرم سيدي عبد الله ومس الخير على عرب مجاهر. في خطرك يا الخطير، هذه في خطر عرب سيرات، وفي خطر الناس الزينين، ويحيوا حبابنا وين ما كانوا. واه يا قلبي واه، هذه في خطرك يا ابو عجمي. واحد المراه شدها اليوم، سبعه تاع الرجال يتبعوا فيها، سقسيت انا قلت كيفاش هذه وسبعه تاع الرجال يتبعوا مراه واحده، قالوا لي هذه عندها ريجيست كوميرس، ولو كان الحق حق كيما الرجل عنده قانون يدير سبع نساء، حتى المرأة المريولة يكون عندها قانون ودير سبع رجال. الأول تشويه كي الملفوف وتعطيه مصير اللسان، والزوج ديره قايد وبرنوصه صوف باش تكحل به العيان، والثالث مكشوف الغرام ويتمشى عريان، والرابع ساكت ويشوف باش تفوت به ليام، والخامس مول المصروف هذاك باش تكبر به الجنان، والست تصدمه منسوف باش تتقرض قدام العديان، والسابع دير حلوف بس سكت به الجيران، هذاك يكون واش ملفعه في درعه وداير لاز دو بيك في رقبته، هكذا باش بنت الناس ما تنحقرش. السابع دايما يكون حية كبيرة. بصح خيار الدنيا يا الملاح، خيار الدنيا وسطوها، خطر الغالط يقول السابع مليح والمقلق يقول الاول مليح، خيار الدنيا هو الرابع. هذه باش نعطيكم النتيجه تاع هذا الحساب. الروح في القلب تدير الدود، شوف الميلود ومشي داك اليوم نصيد. الإنسان خطرت من يدايق، تبان له طريق البحر قريبة، وتبان له طريق فرنسا قريبة، تبان له طريق الصحراء قريبة، والإنسان من يدايق لازم يرفد عينيه للسماء ويحمد ربي، خطر من يحمد ربي طرقان الخير تبان. ودقت روحي اليوم مشيت نصيد، شوف يا احمد حتى نلقى غزال مني يتعفى، تبحتو للمكان مني راح شارد، شوف يا احمد مواليه طايقين قياد وشرفة، ما تتبعش من اللي شفى قلبه بعد، شوف يا احمد ولا ويكون داي معاك الحرفة، قصد الملاح يعرف من يقصد، شوف يا أحمد واللي رقبه يشاوره للمعرفة، واحكم في النفس وكون عليها مقلد، شوف يا أحمد لا تبعها لا تدير على زحفة، والحاسنة في عدوك سبقها وهمت، شوف يا أحمد
واللي رقبا ما يشد للناس حسيفة، والمسخوط الوالدين عند العقايب يتمرمد تشوف يا أحمد، ولاد الأصول ما يجور الدافع. اتسيتيرا اتسيتيرا، هدي بخاطرك يا نور الدين علاوي، في خاطر وليدات مديوني وعرب الحمري، وفي خاطر الحباب الزينين سانزوبلي البشير، شانتور دانسور انيماتور يخدم كل شيء.